هذا وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس: أهنئ معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأتطلع للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا.